بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب برمجة 2، السلام عليكم ورحمة الله. نكمل معكم المحاضرات. توقفنا عند المثال بناء مجموعة أصناف لتمثيل الطلبة مستخدما مفاهيم الوراثة. طبعا شفنا كيف المرة الماضية مفاهيم الوراثة وكيف نعمل كلاس من بالكلاس وكيف ننشئ منها اوبجكت وكيف نعمل اللي هو يعني كلاس اخرى وبتعمل وراثة منها. طيب الان لو بدنا نحن نستخدم او نعمل الكلاس هذه الخاصة بالطالب والطالب البحث العلمي، او ممكن اي طالب، يعني مش شرط انه طالب البحث العلمي، لكن احنا كمثال. ليش هذا الكلام؟ لانه احنا عارفين انه احنا دائما قلنا السوبر كلاس او الاب بتكون ايش اشمل، بتكون يعني عامة، وبتيجي انت في الكلاس اللي انت تورث منها بتخصص تخصيص. فالطالب هي كلاس عامة، لكن طالب البحث العلمي هذه ايشو يا شباب خاصة او اخص يعني، تمام. وبالتالي طالب البحث العلمي بيكون عنده تفاصيل اكثر من تفاصيل الطالب العادي. ليش؟ لانه هو حيورث كل الصفات الموجودة في الطالب، وبعد هيك اللي هو يعني تكون يعني بنفس الايش الصفات. طيب اتفقنا احنا المرة الماضية ايش يا شباب؟ انه لما بدي انا اجي اعمل اللي هو اي كلاس لازم اتعامل مع من خلال ايش ثلاث مراحل. اول اشي مرحلة التفكير، انا بدي افكر اول اشي عندي كلاس الطالب. طيب كلاس الطالب هذه ايش فيها؟ قلنا اول اشي يتم البحث والتفكير في الطالب بشكل عام وما هي مواصفاته. فأنا لو قلت لك أي طالب هتقول لي رقم الطالب، هتقول لي اسم الطالب، هتقول لي اللي هو معدل الطالب أو غير ذلك، تمام. طيب المرحلة الثانية بتيجي اللي هي التخطيط، واللي هي التخطيط إيش هي بتيجي فيها؟ طبعا التخطيط إيش أنت عملت في مرحلة التفكير من ناحية إنه حددت إيش الصفات اللي بدك إياها، ايش الدوال او ما ايش اللي سميناهم السلوك او تمام. الان بتيجي في مرحلة التخطيط تقول رقم الطالب انتجر، اسم الطالب سترينج، بدي انا اعرف هل هدول اللي هم الاكسس موديفاير سميناهم او مدى رؤيتها، هل احنا بدنا نعرفه بابليك ولا بدنا نعرفه برايفت ولا منعرفه بروتكتد، متى حنتعامل مع بابليك اذا كنا بدنا نخليه للجميع يشوفه. طبعا وقلنا الكلمة الافتراضية له ايش بابليك. طيب لو انا بدي اعمله مخفي وما يتعاملش معاه الا من خلال الكلاس، فايش نقول نعرفه برايفت. طيب لا الان زي ما حالتنا اللي موجودة عنا احنا هنا بدنا نصير نعمل عملية وراثة، فايش نعمل؟ ناخد من اللي هو من كلاس اخرى نعمل ايش وراثة منها. اذا ايش بدي اعرفه؟ بروتكتد، صح ولا لا؟ اذا طيب الان الدوال بدي اعرف الدوال، هل هي برايفت خاصة بس في الكلاس ولا بدي اعرفها بابليك ولا بدي اعرفها بروتكتد بحيث انه احنا نقدر نورثها. فكل هذه الشغلات انت بتحددهم في داخل مرحلة التخطيط. طيب مرحلة التنفيذ بتيجي بتكتب اللي هو ايش الكود الموجود عندك، وبالتالي هذه الطريقة في عملية بناء لأي كلاس مهمة جدا حتى انت تعرف تكتب اي كلاس موجودة عندك. طيب لو اجينا وقلنا لحالنا الان بناء الصنف او الكلاس اللي موجود عندنا ايش ممكن نحط فيه؟ طبعا احنا بعد ما احنا شفنا مرحلة التفكير وقلنا انه احنا بده يكون في عندنا
ثلاث ايش صفات، هذول ايش سمى الصفات لمين؟ لهذه الكلاس. ايش في عندنا؟ رقمه وعندنا اسمه وعندنا الجي بي اي. ايش الجي بي اي؟ اللي هو معدل الطالب، كل طالب له معدل وله اسم وله رقمه. طيب الان في ده، هذا في مرحلة قلنا ايش. طيب وبعد هيك من في مرحلة التخطيط، قلنا طالما انه هذه الكلاس بدي اعرف، بدي اخد منها وراثة، اذا هذا بدي اعرفهم ايش؟ يلا مين يقول معنا؟ ايوه بروتكتد، صح ولا لا؟ طيب الان ايضا في مرحلة التخطيط قلت انه هدول الصفات بدي يا شباب ايش اعمل فيهم؟ بدي اروح اعرف منهم، بدي اعطيهم قيم. فقلنا افضل طريقه الى اعطاء القيم في الكلاس او في مفهوم الاوبجكت اورينتد انه استخدم مين؟ ايوه الكونستراكتور. والكونستراكتور ايش وظيفتها؟ ان تعطيني قيم لمين؟ لهذه المتغيرات. فاي متغير من هذول بروح بقى ايش قلنا، ايش صفات الكونستراكتور؟ لازم يكون تيبيكال او بالضبط نفس مين؟ اسم مين؟ الكلاس. طيب وباجي بعرف لها ايش المتغيرات الموجودة عنا، تمام. وبالتالي انت الان بدك ايش تعرف المتغيرات هذه او تعطيها قيم. لكن في شغلة احنا اليوم بدنا جديدة ان يعني ناخدها، وهذه دائما مشهورة في البرمجة الشيئية يا شباب، اللي هي الان انت لاحظ هذه اي دي وهذه اي دي، هذه نيم وهذه نيم، هذه جي بي اي وهذه جي بي اي، يعني المعدل هذا المعدل وهذا الاسم وهذه الاي دي. طيب هذه وهذه وهذه. الان لما انت تيجي بدك تعرف نفس المتغيرات او تعطي نفس المتغيرات هنا، فعشان انت يعني تفرق بين الصفات تبعت الكلاس والمتغيرات اللي انت بعتهم، بنستخدم كلمة this نقطة قبل مين؟ قبل الصفة هذه. فعند الصفة هذه الاي دي ايش بحط اول؟ this dot id بتساوي الاي دي. فهذه الاي دي this يعني اللي فوق، تمام. طب والاي دي هذه الاي دي اللي انا بعتها. طبعا هذا الكلام وقتاش انا بستخدم this؟ اذا كنت بدي استخدم نفس الاسماء، لكن لو بديش استخدم، بمعنى لو انا حطيت هنا اي دي واحد فيش داعي اني احط ايش؟ this، تمام. لكن انت اليوم بتتعلم الطريقة اللي هي العالمية او التراديشنال او اللي هي في استخدام مين يا شباب؟ اللي هو بناء الكونستراكتور. اذا الان لما انت بدك تعرف المتغيرات نفس الاسماء اللي انت بتوديهم للكونستراكتور، بدك تسبق المتغير اللي فوق قبله بكلمة this. this يعني ايش بتعمل؟ يعني انه هذا المتغير هو اللي تابع للكلاس وليس المتغير اللي انا باعته. طبعا هذه الطريقة هي الستاندر في ايش؟ في الشغل. طبعا كلمة this يا شباب يعني ايضا بتعني المين يا شباب؟ بتعني الكلاس اللي انا فيها، تمام. بتعني الكلاس اللي انا فيها، تمام، او بتعني حتى الكونستراكتور اللي انا فيه، تمام. اذا كلمة this مهمة جدا وتنسهاش، كلمة this مهمة وتنسهاش. طيب الان زي ما انت شايف بتحط this قبل كل كلمة، اذا نحط this قبل كل كلمة. طيب الآن يا شباب لاحظ عندي، طيب الآن لو أنا بدي أعمل هذا إيش هو؟ هذا دالة البناء أو الكونستراكتور الأول. طيب في عندي دالة كونستراكتور تاني، إحنا قلنا اتفقنا إنه دالة الكونستراكتور ممكن أحط منها أكتر من إيش؟ من دالة كونستراكتور. ففي عندي اللي إلها قيم أو اللي إلها بتاخد متغيرات واللي إيش ملهاش متغيرات. هنا هو معرف كونستراكتور ما بياخدش قيم، لكن رايح ايش هنا منادي فيه؟ قايل له this. ايش هذه this؟ قلت لك يعني this يعني ناديلي. اذا بدك تنادي الكونستراكتور هذا، فممكن بدل ما تكتب student ممكن تكتب this. فاول ما يشوف this يعني بيعرف انه تابع لمين؟ لهذه الكلاس، تمام.
إذا كلمة ذس يعني أنا هذا الشغلة تابعة إلي. فهنا بيجي بقول ذس، كأنك قايم هنا ستيودنت، كأنك بدل الذس كأنك كاتب إيش؟ ستيودنت. يعني ذس يعني كأنك كاتب اسم الكلاس نفسها، واللي هي بتنادي مين يا شباب؟ بتنادي الكونستراكتور اللي موجود عندنا. فسواء كتبت ذس، إذا شايف أنت ذس كمان مرة إيش بتاخد؟ كمان إيش؟ طيب الآن نيجي خلصنا الدوال اللي هو الدوال أو دالة البناء، بنيجي للدوال العادية أو اللي بنسميها السلوك. إيش ممكن نعمل؟ بده هنا هو يعني يعطي قيمة. إحنا انتهى الوقت، معدل أول ما بفوت الطالب إيش بعد بيعمل؟ بكون معدله قديش؟ صفر، صح ولا لا؟ بيجي بدرس الفصل الأول بتاع معدله بده يتغير. طب كيف بدي اعدل؟ ها بدي عم بدي ابعت بدي اعمل داله، الداله هذه ابعت لها قيمه تغير لمين؟ قيمه مين؟ المعدل التراكمي تبع هذا الطالب او المعدل. الان هي بيجي، الان باجي بسال نفسي هل هذه الكلاس عفوا هذه الداله بترجع قيمه؟ لا بترجعش، انا بس بدي اغير قيمه مين؟ اللي هو مين؟ اللي هذا. فانا هنا ايش بقول؟ جي بي نيو جي بي اي. لاحظ هنا عشان المتغير هذا مش سماه جي بي اي نفسه، فايش راح؟ راح هل حط هنا ذس؟ ها ايش؟ لا ما حطش. فايش هنا؟ اذا انت بدك تغير القيمه بتحطش ذس، اذا حط اذا غيرت الاسم بدك ايش؟ بتحطش ذس. وهذه الداله الثانيه. طيب تمام، نشوف ايش كمان. راح اعرف داله ثانيه يروح ايش اسمها؟ جيت جي بي اي، يعني هات لي المعدل، هات لي المعدل. فهنا باجي بسال نفسي ما دام بقول له جيت ايش يعني؟ رجع لي قيمه. اذا ايش بده يكون المرجع؟ احنا معرفين هناك الجي بي اي من نوع دبل، ليش؟ لانه انت بتعرف انه المعدل بيكونش يعني رقم صحيح، بيكون مثلا رقم وكسر رقم وكسر، صح ولا لا؟ بتقول مثلا 92 و5 92، اذا في عندك فاصله وعندك، اذا فايش اللي بيناسبه؟ نقول الدبل. وبعدين بتقول له ريتين المين اللي هي القيمه هذه. بعدين عرف داله اخرى البرنت. لو سالتك سؤال البرنت هل بترجع قيمه؟ لا بترجعش. طيب الان هذه القيمه ايش بدك تروح؟ بدك تقول له اطبع لي هذه القيمه، فاطبع لي الاي دي واطبع لي اعمل لي التي السلاش تي. هذه ايش بتعمل؟ ايوه مسافه، تعمل مسافه تاب بالجافه. وبعدين بتقول له نيم، وبعدين بتقول له ايش؟ واطبع. هذا اللي احنا تعلمناه في وين؟ في اللي هو في البناء العادي. لكن الان هذه الكلاس بعد ما ننشئها بدنا نستخدمها لايش يا شباب؟ بدنا نستخدمها ل كلاس اخرى، او نعمل وراثه لها من كلاس اخرى. طيب اول شيء نيجي نبني هذه الكلاس بالنت بينز، وبعدين نشرح المين؟ الكلاس الثانية اللي موجودة عندنا. تمام، فنيجي هان أول. طيب الآن بدنا نشوف اللي هو، قبل ما نشوف العملي نشوف الكلاس الثانية اللي هي بتعمل وراثة من هذه الكلاس اللي هي بناء صنف الطالب البحث العلمي. طبعا هنا احنا زي ما نعرف انه يعني الصفات مش شرط الموجود هنا انه انت نفسه متحطهم، لا احنا حسب انت، احنا هنا للتعليم، لكن انت ممكن تغير فيهم. طيب طالب البحث العلمي يا شباب بيكون يعني مثلا بكون مثلا في عندك طلاب مثلا في اللي هو في الجامعات، طلاب البحث العلمي زي طلاب الماجستير والدكتوراه هذولا بيكونوا يعني بيعطوهم ساعات او بيعطوهم مواد يدرسوا طلاب البكالوريوس والدبلوم. ففي عندهم يعني صفه اسمهم الورك لود، اي الورك ايش لود، يعني كم ساعه هم بيدرسوا. تمام، طيب الان انت ايش هنا لاحظ عندنا؟ اول اشي اول اشي ايش اسم الكلاس هذه الجديده؟ اسمها الريسيرش اسيستنت. طبعا هذا الاسم انت ما تخافش من اسمه، ريسيرش اسيستنت يعني طالب البحث. اسمه ايش اعرابه؟ يعني معناه او ترجمته قصدي الريسيرش اسيستنت.
طيب الآن اكستندها بتاعتنا الشغل، إذا احنا نيجي نعمل كلاس تورث من مين؟ من الكلاس هذه، ايش اسمها؟ اكستند من مين؟ من الطلاب، من قسم مين؟ الطلاب. طيب تمام. الآن بدي اجي احدد الصفات، إذا هاي أول صفة زيادة، ايش اسمها يا شباب؟ الورك لود. ايش الورك لود؟ هاي بقول لك ان اور، يعني بالساعات، قديش هذا طالب الطالب البحث العلمي عنده يعني لود، اللي هو الساعات تبعته، قديش الساعات اللي هي، قديش بدرس ساعات، او قديش هو يعني صفة، مش شرط انه احنا يعني في صفة. الان اللي بدي اقوله في صفة زيادة عن الطالب العادي، يعني ايش بيفرق بين الطالب العادي؟ انت ايش بدك تحط صفات حط، بس انا هنحاطط ايش؟ ورك لود. تمام. طيب اذا هذه كلاس، اذا انا ايضا بحتاج ايش يا شباب؟ مين يقول معايا؟ ايوه ممتازين. اذا محتاج انا يكون في عندي اللي هو ايش؟ يكون في عندي دالة بناء، صح ولا لا؟ هذه دالة البناء يا شباب، ايش هي دالة البناء؟ يعني ايش هي؟ مين يقول معنى دالة البناء؟ ايوه، بدها تعطي قيم لمين؟ للمتغيرات. طيب انا فيش عندي الا صفة واحدة اللي هي الورد، طب والباقي من وين تجيبهم؟ ايوه الاي دي والنيم والمعدل، مش هو ورث من الكلاس اللي اسمها ستيودنت؟ اذا جابهم هذول الثلاثة من مين؟ ايوه من الابو، من الصور كلاس. لاحظ هو كمان كتب لك ذس، ليش؟ يعني ذس يعني من الكلاس اللي هو راح بده يجيب منهم. طب ليش بنقول احنا ذس؟ لانه بدي افرق بين الاي دي هذه والاي دي اللي جايه من مين؟ من الكلاس. قلت لك بتكش تحط ذس، بتحط هنا مثلا اي دي واحد، بتصير هنا بدل ما هذه اي دي بتقيم الذس والنقطه وبتحط اي دي واحد مثلا، لو بدك تحطها اي دي واحد، حنشوفها في العمل كيف نعمل هذا الكلام. تمام، لكن احنا بدنا نشتغل هالوقت بطريقه الذس ارتب وافضل، ليش؟ عشان نشتغل بالطريقه الستاندر. طيب قلنا هي دالة البناء الأولى اللي بتعطي القيم، طيب بدي كمان دالة بناء أخرى، إيش دالة البناء الأخرى اللي بتكون بدون قيم في الغالب يا شباب؟ مش أنت أحيانا تيجي بتقول مثلا على سبيل المثال في شغلات افتراضية، مثلا على سبيل المثال أنت أول ما تنشئ مثلا طالب القيمة الافتراضية للمعدل وقديش بدها تكون؟ صفر، صح ولا لا؟ طيب بدها تكون مثلا على سبيل المثال في عنده شغلات افتراضية، فهنا ممكن احنا نعمل دائما الافتراضي او دالة البناء هذه الافتراضية اللي بتاخدش ولا قيمة، ممكن ايضا نعطيها قيم اولية، نعطيها قيم ايش؟ اولية. هيها دير بالك، هاي بدايتها وهي نهايتها. طيب ايش هو؟ طبعا لو ما حطيناهاش هذه هل غلطة؟ لا صح، بس انت عشان تعطي قيم اوليه اوليه، او انت بحاجه تنشئ طالب لكن لسه انت مش مفكر لسه تعطيه قيم، او لسه مش عارف ايش قيمه. اجا الطالب مثلا عندك على الجامعه ناسي مثلا رقم هويته مثلا، فانت بتقول له انا هاي بدي انشئ لك سجل، ولما تيجي عندك بنعدل لك كل بياناتك. فهو هنا بنشئ سجل للطالب لكن بيعطيه قيم افتراضية، فمثلا اعطى قيم الاي دي زي ما انت شايف قيم ايش؟ افتراضية، واعطاه في الشنيم، واعطاه المعدل صفر، واعطاه اللي هو اللود زيرو، هذا افتراضيا ماشي. فانت بدك تيجي تتعلم، لما بدك تيجي تكتب انت اي كلاس، قلنا اذا احنا اللي هو دالة البناء او الكونستراكتور الافتراضي ما كتبتهش هو بكتبه. طيب اذا انت اذا انت النظام تبعك بحاجة انه انت تعطي قيم افتراضية للمتغيرات، واللي هو هذا دائما هم بحبذوه افضل، ليش؟ لانه انت في يعني دواء في هو لغات، اذا انت ما اعطيتش المتغير قيمة افتراضية بيروح هو بيجيب اي قيمة من الرام وبيحطه وين؟ في قلب هذا المتغير. فالافضل بقول لك انه انت تعطي قيم بدائية في اللي هو مين؟ في اللي هو دالة البناء الموجودة عندك. تمام؟
فهذه اللي ايش المقصود في داله البناء، واضح؟ طيب الان نيجي هنا، لكن لو كتبناش هالخطا لا صح. طيب الان بدنا نيجي نطبع، مش عملنا طباعه احنا في دا في في الكلاس اللي اسمها ستودنت. طب بدي اعمل انا كمان طباعه لمين؟ لهدول القيم مع مين؟ مع القيم الجديده. فايش بدي اروح اقول له؟ شايفين هنا ايش مكتوب عندي هان يا شباب؟ بدي اقول له في عندي داله اسمها برنت، صح ولا لا؟ ايش بتاخد قيمه؟ فويد. ليش بترجع قيمه؟ لا. طيب الان انا بدي اطبع الاول ثلاث قيم اللي هم الاي دي والنيم والجي بي اي. وين هذول موجودين؟ وين يقول موجودين؟ في وين؟ في الابو اللي هو ليه من الستودنت. طب كيف بدي انادي الداله اللي اسمها برنت وانا عندي برنت في داخل اللي هو الكلاس هذه الجديده؟ فبحط كلمه سوبر. اذا هان ايش بدي احط؟ كلمه مين؟ سوبر. ايش كلمه سوبر يعني تعني؟ يعني بتعني الكلاس اللي انا وارث منها اللي هي مين هنا في حالتنا؟ اللي هي الستودنت. طيب وبدي اقول له نقطه مين؟ بدي اقول له هات لي البرنت. طب وايش البرنت هذه الموجوده وين؟ في داخل الكلاس الابو. فبروح هنا بيطلع فوق عندك على هنا البرنت وبطبع الثلاثه هذول الموجودين عندنا، تمام؟ طيب الان ضايل عندنا مين؟ الصفه اللي حطيناها اللي اسمها ورك لود. فهيها بنيجي بنطبعها لحالها، بنعملها سيستم دوت اوت دوت برنت، وبنطبع ايش؟ الورك لود هذا الها، تمام يا شباب؟ طيب هذا هيك قد عملنا ليش. طيب الان احنا بنينا اللي هو مين؟ بنينا يعني بنينا عندنا مين؟ الكلاس الابو والابن. قلنا لازم يكون في عندنا الكلاس الثالثه موجود في داخلها مين؟ المين، عشان اصير انادي مين؟ هذه الكلاس، الكلاسز اللي احنا عرفناها اللي هي الابو والابن، تمام؟ اذا بده يكون، اذا لما انت بدك تيجي تشتغل اول شيء بتعمل كلاس الاساسيه اللي فيها المين، وبتسميها باسم مختلف عن الايش؟ الكلاسات الاخرى. مش اقول لك بكره اعمل كلاس ستودنت روح تسمي لي الكلاس اللي بتاعت الابو او اللي فيها المين ستودنت، لا بدك تفرق. تعمل بتقول مثلا المين ستودنت مثلا، او التست ستودنت، او اللي بتسميها. بعدين بتروح بتنشئ الكلاس الاولى للستودنت، بعدين بتنشئ الكلاس الثانيه لمين؟ اذا بتكون في عندك ثلاث كلاسات اذا كنت بتشتغل في الوراثه. إذا ما فيش عندك وراثة بده يكون عندك كلاس أساس اللي هي اللي فيها المين، والكلاس الثانية اللي فيها مين يا شباب؟ اللي فيها اللي هي فيها مين؟ اللي فيها يعني الكلاس العادية. طيب الآن مثلا لو جيت هاي المين تاعتنا، هي عرفنا مين وجينا، هالوقت إجا وراح بدنا نعرف متغير، او نعمل اوبجكت او ستودنت الاول من نوع مين؟ الريسيرش اسيستنت، يعني طالب البحث العلمي. طيب كانك ايش قايل هنا؟ انتجر اكس، صح ولا لا؟ اذا هذا متغير. طب كيف كنا نقول احنا لما نعمل اشتقاق من ايوه بكلمه مين؟ لنيو، وبعدها مين هنا بنادي؟ بنادي مين هنا؟ ايوه داله البناء، صح ولا لا؟ طيب لو جيت هنا وطبعت ايش حيطبع لي اول مره؟ مين يقول معانا؟ ها لسه انا ما بعتش قيم، ايش هذا اللي الفاضي؟ اذا ايش حيطبع؟ ممتازين، حينادي مين؟ اي داله؟ داله البناء هذه اللي مين؟ اللي فيش فيها قيم، صح ولا لا؟ طيب وحيطبع لي مين؟ حيطبع لي التسعات هذول ونو نيم وصفر وايش ونو زيرو وكذا. طيب وايش كمان بعد هالوقت حيطبع هذا الكلام؟ طيب راح بعدين عرف كمان طالب مين؟ طالب يعني كمان طالب، فاي جهان بحث علمي، وبعدين قال له نيو وريسيرش اسيستنت. شايفين ايش راح قال له؟ قال له رقمه هذا واسمه هذا ومعدله هذا واللي ايش وعدد الساعات تبعته كم عنده؟ 15. اذا الان بعد ما عمل هذا الكلام ايش راح عمل؟ خلص نادى اي داله بناء هذه؟ بنادي ايوه داله البناء انهي فيهم؟ هذه اللي فوق اللي بتعطي مين؟ بتعطي القيم. فحيعطي القيم هن لانه هاي الاربعه هذول، هاي هم الاربعه هذول الموجودين عندك، صح ولا لا؟ فاعطاهم اياهم.
طيب اجى قال لا والله انا غلطت في المعدل تبعي، انا حاطه 3 و5 و4، لا بدي احطه 3 و75. فايش حيروح ينادي؟ حيقول له نقطة است 2 نقطة تشينج جي بي اي. وين هذه الجي بي اي؟ وين موجودة؟ ايوه الدالة اللي اسمها تشينج جي بي اي هيها. وين تشينج جي بي اي موجودة؟ في مين؟ هان، صح ولا لا؟ وهو ورثها، صح ولا لا؟ ورثها من مين؟ من الستيودنت. اذا بيقدر يستخدمها ولا ما بيقدرش؟ والله بيقدر يستخدمها. طيب وبعدين بيجي بيطبع مين؟ اللي هو في سطر فارغ هنا، وبعدين بيروح بنادي البرنت، فالبرنت حتطبع مين؟ اللي هو القيم هذه اللي تو طبعناها مع ايش؟ بعد ما نادينا مين؟ اللي هي دالة اللي هي تشينج جي بي اي 3 و75. وبعدين ايش بدها يعني اللي هو تطبع هنا سطر يعني جديد. تمام هيك يا شباب. الان احنا يعني شفنا المثال وشفنا كيف المفهوم تبعه، وشفنا اليوم مفهومنا للذس، وكيف نعمل وراثة لهذا المثال. يعني الآن بدنا إن يعني منكو، أو إحنا بعد ما طبعا ما نطبق العملي حنشوف كيف يعني ناخد مثال آخر. وبارك الله فيكم، يعطيكم ألف عافية.